24 بودكاست اقتناص الخيال مع وليد علاء الدين. هل يقرأ الإرهابي؟ هل يقرأ الدكتاتور؟ هل يقرأ المتغطرسون والمتطرفون والجبابرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف لا تخلصهم القراءة من هذه الصفات السيئة؟ وكيف يعقل أن يظل الإرهابي إرهابياً والدكتاتور دكتاتوراً والمتطرف متطرفاً رغم أنهم يقرؤون؟ هذا ما أسميه القراءة الضريرة، وهذا بودكاست اقتناص الخيال من 24، ومعكم وليد علاء الدين. الأساس أننا نقرأ من أجل تكوين وجهة نظر فيما يعرض علينا من مسائل ومواقف الحياة. نقرأ بهدف التمكن من صياغة تساؤلاتنا وتحديد رؤانا وامتلاك القدرة على الاتفاق أو الاختلاف مع رؤى وآراء الآخرين بحثاً عن نقطة أعلى من التواصل. أما البعض فإنهم يقرؤون فقط لتعزيز وجهة نظرهم، وهؤلاء يشبهون بالونات الهواء، فلا يزيدهم الامتلاء إلا ضعفاً وهشاشة. فمن يقرأ للحصول على حجة يكيد بها لأعدائه يشبه القوس، تزهو للحظة ثم ترتخي فور أن ينطلق منها السهم، طاش أم أصاب فلا فارق. هناك من يقرأ الأشخاص وليس الأفكار، فكل ما يقوله فلان صحيح ومهم وجليل، لكنه ليس كذلك إذا قاله علان. وهؤلاء عبيد لهم فلسفتهم في تبرير العبودية والتشرف بها، ولا يعول عليهم من الأساس. فكيف تكون القراءة وسيلة لصناعة عقل ناقد ومدخلا لتخصيب الخيال؟ في حديث مسجل مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، عاب على الكتاب الجدد وفيهم آنذاك نجيب محفوظ ويوسف السباعي ويوسف إدريس وغيرهم أنهم لا يقرؤون، وأن التلفزيون والإذاعة والصحف والمسرح والسينما تأخذ الكثير من أوقاتهم بدلاً من القراءة. لكي نتأمل في هذا الرأي الذي كان عميد الأدب العربي يكرره كثيراً في أحاديثه، علينا أن نستحضر بعض المعطيات. 1- المتحدث وهو من هو فاقد لحاسة البصر، ووسيلته الأساسية للقراءة كانت حاسة السمع. 2- الكتاب بالنسبة للدكتور طه حسين، عملياً أقصد، ليس الكلمات المطبوعة بل صوت من يقرأها له. 3- ومع ذلك فقد حذر من خطر الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما على القراءة، رغم أن الأولى مصدر قائم بكليته على السمع، والبقية لا تقل نسب اعتمادها على الصوت عن 80%. لا يمكن بالطبع أن نقنع بالتفسير الظاهري للأمر، وهو أن الدكتور طه حسين كان ضد وسائل الإعلام أو ضد الفنون، وهو بالأساس أديب وناقد أدبي ومفكر. إذن علينا أن نعيد النظر فيما يقصده طه حسين. فما معنى القراءة ومعنى الكتاب عند هذا المفكر الكبير؟ أظنهما يتجاوزان حدود المصطلحين المغلقين قراءة وكتاب. فهل تعني القراءة شيئاً غير المطالعة؟ وماذا يمكن لكلمة كتاب أن تعني أكثر من مجرد الكلمة المكتوبة؟ ربما يكتمل التفكير إذا انتقلنا لنموذج آخر. في حديث مسجل مع المفكر الكبير الدكتور زكي نجيب محمود، وفي معرض رده على تساؤل شبيه بالسابق حول تقييمه لحال الكتاب الشباب وهم نجوم الجيل الذهبي، انتقد الدكتور زكي نجيب محمود ما وصفه بتراجع مستوى الفكر في منتجهم. وفي إطار تحليله لما اعتبره ظاهرة، قال ما خلاصته أن البعض ربما اكتفى بالتعليم وبوسائل الإعلام بديلاً عن القراءة. وموضحاً خطورة ذلك قال إن التعليم مجرد تهيئة للإنسان،
أما وسائل الإعلام فلا عيب عليها، لأن من طبيعة عملها أن تبسط الأشياء وتجزئها، ومن اعتبرها مصدراً أساسياً لتكوين عقله فالنتيجة عقل مبسط ومفكك غير قادر على تكوين وجهة نظر، بينما القراءة غير ذلك. إذا فكرنا في ضوء النموذجين السابقين يمكننا الخروج قليلاً من أسر الفكرة التقليدية المتعلقة بالقراءة وبالكتاب لنضع بعض محدداتها هنا. من نموذج الدكتور طه حسين نفهم أن رفضه لأن تكون الإذاعة والتلفزيون مصدري قراءة هو أنهما غير خاضعين لاختيار الإنسان، بل يعملان وفق رؤى وأفكار الآخرين. صحيح أنهما يقدمان أفكاراً وآراءً ومعلومات، إلا أنها مزيج متفرق لا يصنع كتاباً. إذن هناك ثلاثة عناصر محددة جعلته يستنكر أن تكون هذه الوسائل بديلاً للقراءة: التجزئة والتبسيط، غياب الإطار الناظم، الإملاء الخارجي أو عدم الخضوع لرغبة القارئ. وهي تقريباً العناصر نفسها التي يقدمها الدكتور زكي نجيب محمود بشكل أكثر وضوحاً في المثال الذي سقناه، مفرقاً بين التعليم والإعلام من ناحية وبين القراءة من ناحية أخرى. والعناصر هي التبسيط والتجزئة والعمل على تكوين وجهة نظر. القراءة إذن ليست مجرد مطالعة كلمات في صفحات كتاب، والكتاب أيضاً ليس مجرد صفحات تحتوي على كلمات مدونة. الأمر أوسع وأعمق من ذلك، ويحتاج إلى وقفة نعيد خلالها تعبئة مفهومي القراءة والكتابة بما يستحقانه من معان من أصل تسميتهما، بما يعيد إليهما القدرة على تخصيب خيالنا وصنع عقل ناقد. وليكن موعدنا الحلقات المقبلة من بودكاست اقتناص الخيال.